معكم الكابتن على الفيلد ميديا فيديو جديد في يوم الخميس 26 دكاتره. قبل ما اتكلم في اي حاجه اتركوا في القناه اعملوا لايكات مع التعليقات الحلوه مع تفاعيل وبس. هتكلم عن كمال اجسام واللياقه البدنيه، الفرق ما بين الاثنين. طبعا اللي عايز يعمل بناء عضلات في كمال اجسام، وانا بحب اللعبه دي، عايز اقول اللي بيعمل بناء عضلات لازم تاكل كويس. يعني مثلا في الفطار هتاكل لك مثلا 5 بيضات، تمام؟ ده اللي عايز يعمل بناء عضلات. وقبل التمرين بنص ساعه تتعب لك كوبايه اسبريسو، ده كمال اجسام. يعني اللي بيشيل 10 كيلو هيشيل 20 كيلو، ده كمال اجسام. نخش بقى ايه في اللياقه والتخسيس، اللي عايز يخش يعمل ايه؟ هم حاجتين او ثلاثه، ظبط اكلك وابتعد عن السكريات والاملاح، وفي نفس الوقت مارس الرياضه وكثر من شرب الميه وبس. هم دول الاثنين. وعايز بقى ايه؟ كل يتفاعل ويعمل دعم.